بين متعة تصفح أوراقه وطقوسه المميزة وبين ارتفاع ثمن الكتب وحجمها وضرورة توفر شروط خاصة للقراءة ضمن عالم السرعة والتكنولوجيا، هل نقرأ من خلال كتاب ورقي أو من خلال وسيط إلكتروني؟ ما الذي يجعل تجربة القراءة الإلكترونية واستخدام أجهزتها تحديداً مغرية بشكل ينافس قراءة الكتب الورقي؟ كاميرا الإخبارية السورية استطلعت الآراء. ما بننكر انه الكمبيوتر والسوشيال ميديا والبي دي اف اثر على معرض الكتاب، بس بيضل الكتاب الورقي انك تمسكيه بايدك له معزه وله شيء خاص، مثل العادات والتقاليد اللي ما بتقدم ولا الواحد بيكرهها قد ما مر عليها الزمن. الكتب الالكترونيه انه سهل حملهم اليوم، يعني واحد بيحطها بفلاشه او بالكمبيوتر تبعه امتى ما حب يطلعون. البي دي اف يعني بتلاقيها بالوقت اللي بدك اياه والساعه اللي بدك اياها وجاهزه انه هي بين ايديك باللحظه اللي انت بدك اياها. الكتاب له طقوسه، له عاداته، له رواقه، له جوه، يعني انت ما فيك مثلا تكوني بسرفيس، او يمكن مجتمعنا ما بيتقبل هذا الشيء انه يكون بسرفيس وحامل كتاب بس ماسك موبايله وما حدا بيهتم فيك. انت قبل ما تنامي مثلا تفتحي موبايلك هيك تتصفحي شوي فيها وتنامي، اما الكتب بدك ضوء دائما، بدك تعدي قاعده ظابطه، يعني بتحسي اسرع يعني البي دي اف واسهل للتنزيل، ممكن فيك تقولي اوفر كمان. الكتب بتضل الفكره يعني بالبال، ويعني بتكون هيك اوضح، بتوصل بتضل معلقه. انا هيك بحس اكثر دائما، هيك الشيء الملموس غير الشيء هيك الالكتروني. خف اخده معي، بكون على الموبايل باخده معي وين ما كان، اما الكتاب بتحسي صعب. هلا طبعا الكتاب الورقي هو الاساس لاي شيء، فالكتاب الورقي نحن دائما بصفه معه لحتى يزدهر اكثر واكثر، ولكن طبعا اليوم ملفات البي دي اف او الكتب الالكترونيه هي كمان ايضا مساعده للقراءه، ولكن طبعا القراءه المريحه والقراءه الاسهل والقراءه الاكثر متعه هي الكتب الورقيه، فانا من جهتي بشجع الكتب الورقيه بشكل اكبر بكثير اكيد. بفضل الكتب الورقيه، بس في مشكله انه البي دي اف بينزلوا احدث شيء، فهلا انه بالوقت الحالي بفضل البي دي اف، بس الورقي اكيد له غير. بفضل الكتب العاديه لانه غير شعور بتحسيها، يعني انه تمسك الكتاب بايدك ويعني هيك تقراي انت يعني احسن من البي دي اف، وغير هيك انه بوجع العيون يعني النظر على الموبايل والتدقيق. الكتاب العادي لانه بخلي القارئ يتواصل بالقراءه وقت اكثر من القراءه، اريح للنظر. اما القراءه الالكترونيه على الموبايل بتنزل العيون اول شيء، ثاني شغله بمل الواحد هو عم بيقرا. ممكن تفيد انه في حاله البحث عن كتاب نادر الوجود او بعض الصفحات او هيك يعني مو اكثر. الكتب العاديه يعني بتحس بمتعه اكثر فيها بالقراءه، الواحد بيقدر يقراها انا بظن انه يعني بيلمس المعاني اكثر من الجوالات الالكترونيه. بفضل الكتب الورقيه اكيد لانه دائما فيك تحمليها وين ما كان. صحيح انه صار تطور التكنولوجيا تطور شيء انه هيك فيك تاخذي معك موبايل او شيء، بس بتضل القراءه عن الكتاب اريح وانسب للنظر، انسب للكذا، وهيك ممكن يعطيكي شرح مثلا ملخص مو موجود مثلا بالبي دي اف او هيك شيء. بين الالكتروني والورقي في القراءه والكتابه تنوعت الاراء بين مزايا وعيوب كل منهما، إلا أن البعض يعتقد أن وجود شرائح مجتمعية تقرأ هي الأهم لتعود أمة اقرأ للقراءة.